لا يزال لدي الكثير من الوقت لكي أقوم برحلة. سوف نمر عبر وادي النمور. وجبة سريعة. إنه المكان الأخطر. لا أشعر بالخوف. مرحبا أمي، لقد عدت بمقطورة مليئة بالنمو. لقد استرخوا بسبب الشاي. سأنزل حالا. أوه، ما هذا؟ الأريكة، وجدتها على الطريق. يبدو أنها مريحة للقيلولة. النمور. لقد تبعتني من وادي النمور. الأرائك. أتقصد وادي المليون نميرات؟ لكنك كنت قد أقسمت لي. تماماً، لكنه طريق مختصر. سأعيدهم إلى مكانهم قبل أن يستيقظوا وسأعود للمنزل سريعاً. لا، سأفعلها. انتظري. هيا بنا بني. لن تقودي. ماذا عن مشكلة النوم؟ على الأقل أنا مسؤولة وأنا مستيقظة. حمل النمور. يمكنك إحضار كليو في مهمة لإخراج النمور خارج البلدة. لا نستطيع تركه مع والدك لأنه مشغول بتحطيم الرقم القياسي للنمور.